قاعد يصير؟ مشاري اقول لك ذا مكان غريب ذا. احنا وين فيه الحين؟ كم 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 ها كم 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 وش ذا وش ذا وش ذا؟ اقول له مشاري تتوقع وين نزلنا بالحلال؟ والله انا اقول دوله عربيه، مدينه عربيه اسلاميه، يعني هذا المآذن، هذا شفت المآذن، يعني توقعاتك اي قرن؟ احنا في اي قرن الحين؟ رجال عربيه اسلاميه بركه. اعوذ بالله اعوذ بالله يا ضاري، غلطه كبيره غلطه كبيره غلطه. خير 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 يا ابن الحلال، وش في عسى ما شر يا ضاري؟ نزلنا في بلاد الروم. انظر انظر يا سراك، ناظر 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 الروم يسراي، شافوا اللي جاي يا ابن الحلال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله روميه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا اكيد انها ديره عربيه اسلاميه. ايه تبدون غرباء وعابري سبيل، حياكم الله، تفضلوا الى بيتنا. افا تفضلوا الى بيتنا. تستري يا مره تستري. ماذا؟ مش ماذا ما ماذا، تسوقين حصان بالحالك صاحي انت ولا مجنونه؟ ماذا تقصد؟ يقصد يا بنت الحلال ما عندك سواق فلبيني يوديك ويجيبك؟ ما تستعين انت على وجهك يا بنت الناس؟ ما يجوز ما يجوز، سواقة المرأة ما تجوز. وين الحياة؟ وين المبادئ؟ وين الأخلاق؟ بصراحة أنا لا أفهم عليكم، لكن إذا أردتم القرى والمبيت فبيت أبي موجود خلف المسجد الجامع، اسألا عن بيت أبي سعيد المقري. إلى اللقاء. لا وتعزم وتقلط ما عندها أي مشاكل. تدري يا مشاري انا شاك انها علمانيه. هي ما هي فوت يا ذي البراديه حق الثانيه، بس شوف اسم ابوها عندنا اعطتنا اياه، ابو سعيد من المقري، ما ادري وش اسمه ذا، اقرب مركز هي ونبلغ عنه. هي هي نروح للقاضي نشتكيه يأدبها ويوقفها عند حدها. بس انا الحقيقه كان ودي اسالك القرى اللي قالت عليها ما عرفتها والله. سمبوس القيمات اي شيء. آه انت وش الكلام هذا؟ ما تستعين على وجهك انت يا قريت الحياه؟ تبيعين قدام الله وخلقه؟ قايل لك الروم لاعبين في حسبتهم بالغزو الثقافي والفكري. ماذا ماذا وش ماذا؟ تا واقفه مرتزه قدام الله وخلقه، تبيعين؟ ما في محرم، ما في اخ، ما في اب. انا ابيع الاغراض والملابس النسائيه. ايش كلام تقولين انت؟ مهبول انت، ما عندك حياه. تشوفين رجال يبيع هالامور، هندي ولا فلبيني ولا خلاص ما في حشمه. وعيباه وعيباه، رجل يبيع ملابس نسائية؟ وعيباه؟ حول أنت وش وعيباه؟ أقول دولة ما فيهم طب، دولة دولة الغزو الفكري لاعب فيهم. امشي 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 يلا يا عيباه. هيا حرائر حرائر. الله عز وجل مبتلينهم ها بذنوبهم. سلط عليكم صفر. شوف 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 حرمه حرمه تحرمه. لا وحرم بعد يعالجون الجرح حقي. شوف انت بعد تجي غطينا.